أهلا بكم يا شباب، رجعنا تاني من جديد. وإزاي نجيب البرنامج من على الموقع الرسمي؟ ده الموقع الرسمي لشركة تيكسمس اللي منزلة برنامج الكامتازيا. برنامج الكامتازيا هو من أحد البرامج زي ما أشرنا لحضراتكم اللي بيعمل تعديل على الفيديو. طبعا لو نزلنا شوية على هذا الموقع هنلاقي فيه توتوريالز كتيرة جدا بتشرح انت ازاي تتعامل مع هذا البرنامج في مجالات مختلفة، منها الماركتينج، منها التكنيكال كوميونيكيشن، ومنها الإديوكيشن. طبعا هنا دي شوية الامكانيات اللي بيعرضها كامتازيا ستوديو، منها سكرين ريكورد، يعني تسجيل الشاشة والويب كام، وان انت تقدر تعمل تعديل وتعمل مونتاج على الميديا وتدمجها مع بعض من صوت وصورة وفيديو، وان انت تظبط كمان الريزوليوشن. الميزة كمان اللي فيه انه بقى مالتي تراكر. مالتي تراك يعني كذا تراك يعني كذا تايم لاين، يعني كل تايم لاين فيه تقدر تحط فيديو، تقدر تحط صورة، كل حاجة من دي هنتعرف عليها من المالتي تراك. في بعد كده الانوتيشنز، تقدر تحط وصف لأي حاجة انت بتعملها وتلفت الانتباه، زي مثلا كومنت تحطه، دي بيسموها الانوتيشن. في كمان الترانسليشن. الترانسليشن دي اللي هي الترجمة. ساعات كتيرة جدا ممكن تكون في ايفنت مثلا ومصوره، او مدرس بيتكلم بلغة انجليزية وانت مش عارز ان انت تخلي فيه كلمة عربي في اللغة الانجليزية ديت، فبتحط ترجمة بحيث ان الناس اللي مش قادرة تجمع الترجمة فتقرأ اللغة العربية وهي سامعة اللغة الانجليزية. في كمان ميزات إضافية جوه برنامج الكامتازيا، وهي الانيميشنز، تقدر تضيف انيميشن. مش كده وبس، كمان انت ممكن تعدل على حركات الكاميرا، زي مثلا الزوم ان والزوم اوت، كمان البان ليفت والبان رايت. البان ليفت والبان رايت اللي هي الكاميرا لما تتحرك ناحية اليمين وتتحرك ناحية الشمال. كل ده هنتعرف عليه برضو عمليا، بس احنا برضو بنستعرض اهم مميزات هذا البرنامج. كمان الفويس نيريشن اللي انت تقدر تسجل الصوت فقط وتعدل عليه، يعني مثلا نفترض مثلا انت عايز تعمل نظام حكي، ان انت تعمل صوت فقط، هتحكي قصة، هتسجل صوت لوحدك عادي، فبرضو ده متاح في ان انت تعمل voice narration. كمان الاوديو افكت، انت تقدر تحط افكتات ولكن بسيطة، زي مثلا ان انت تضيف ميوزك، او ان انت تحط موسيقى او مؤثرات صوتية قصيرة، يعني مثلا صوت مطر، صوت بحر، كل دي بنسميها اوديو افكت، تقدر تضيف اللي انت عايزه من هذا الموضوع. كمان تقدر تظبط في الصوت، لو في عندك دوشة، صوت مروحة شغال جنبك، صوت تكييف، اي حاجة من الحاجات دي تقدر يعني تشيل النويزر من عليها. كمان الفيجوال افكت. الفيجوال افكت هنا يا جماعة احترافي بشكل يعني متواضع، احنا نقول احترافي بشكل متواضع. منين احترافي ومنين شكله متواضع؟ انا بسميها كده، يعني متتريقش على الكلمة اللي بقولها. الفيجوال افكت ده بيتيح لك ان انت تقدر تفصل الالوان، تفصل الالوان يعني تعمل كروما. يعني مثلا لو انا قاعد في باك جراوند عندي لونها اخضر، اي لون مختلف، اخضر، ازرق، بيج، ابيض، لون صريح ما يبقاش فيه الوان تانية، يعني اخضر اخضر، بيج اللي هو البيج، طبعا
هتلاقي مشكلات في البيج ديت ان هو بيبقى قريب من لون البشره، فمش عايز اتطرق للبحث في هذا الموضوع الا لما نشوف بشكل عملي احسن. المهم يعني ان اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان الفيجوال افكت هو بيخليك تشيل الكالرز، تقدر تحط شادو على اي حاجه، تقدر تحط تسريع للفيديو اللي انت بتعمله. يعني مثلا لو نفترض ان احنا بنتعلم ازاي ترسم رسمة معينة مثلا، ده مثال يعني، وعايز ان انت تختصر الخطوات، يعني ان انت تسرع بقى الفيديو. لو مثلا انت بتلون، طبعا لو الناس بتتفرج عليك وانت بتلون فالموضوع هيحس ان هو ممل جدا، فممكن ان انت تسرع عملية التلوين، فتلاقي الموضوع معاك بقى حلو جدا والناس بتبتدي تتفاعل مع الفيديو اللي بتعمله. فالفيجوال افكت فيها حاجات كتيرة جدا هنتعرف عليها ونقدر نستخدمها. بالمناسبة كمان بيتحط فيها انيميشن، موجود فيها الانيميشن فيجوال افكت، تقدر تعمل انيميشن لاي عنصر انت بتحطه، كان صورة ان كانت فيديو، تقدر تعمل له انيميشن من خلال الفيجوال افكت. في خاصية كمان اضافت جديدة اللي هي الانتر اكتيفيتي. الانتر اكتيفيتي زي ايه مثلا؟ زي ان انت مثلا بتحط كويز جوه الفيديو، ودي برضو حاجة مهمة، او ان انت تعمل دايما لقينا في اليوتيوب كده مؤخرا انك وقت ما قبل ما نهاية الفيديو ينتهي يقولك خش شاهد هذا الفيديو. انت تقدر تعمل الكلام ده جوه برنامج الكامتازيا من خلال انك بتعمل هايبر لينك وبتحط جواه فيديو. اول ما تدوس على الهايبر لينك يوصلك على التشانل اللي انت تتفرج عليها او عنوان الفيديو مكانه فين. اما الجرين سكرين فهي الشاشة اللي بتتيح لك انك تحط نفسك جوه ملف العمل بشكل مباشر. يعني انت بتبقى بتشرح، فعايز ان انت تبقى باين جوه الشرح بتاعك ده، فبتدوس على هذه الخاصية الجرين سكرين جوه برنامج الكامتازيا اخر اصدار اللي هو الناين.